الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بأدعو لوالدي دعاء حار من القلب، وأدعو لابني نور الدين محمود، ووالدة وحمات مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي، ووالدة مدير القناة الأستاذ محمد المدني، والحجة إكرام علامة، ولي في أختي يعني فاضلة أسرتها اتصلوا بنا، أختي اسمها إيمان صبري جمعة. الحقيقة أصيبت في حادث شنيع جداً، وهي في حالة خطيرة، في نزيف في المخ وكسر في الجمجمة، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. وهذه الأخت لها أظن 3 أو 4 أطفال، 3 أطفال السن ما بين سنة وما بين 4 سنين، فهي في حالة خطيرة جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أمين. لقاءنا النهاردة الحقيقة احترت أتكلم النهاردة في إيه، فلقيت إن إحنا محتاجين النهاردة والأسبوع اللي جاي واللي بعده والمدة مثلا نقول شهرين كمان كده، نتكلم عن حاجة تخرج الناس من حالة الاكتئاب اللي هم فيها. يعني كل ما عدى على واحد ألاقيه يا إما مكشر يا إما يعني بيبتسم ابتسامة كده يعني نص ونص، يا إما يا إما. فلما تيجي تدردش معاه يقول لك والله ما عارفين نعمل إيه، الدنيا مش عارفين البلد راحة فين، ومش عارفين احنا مستقبلنا عامل ازاي، ولا مستقبل ولادنا، واحنا خايفين وقلقانين. وعندنا قلت اكتر من، مش عايز اقول من 1000 مرة يعني، بس قلت كتير جدا يعني، ان ما تخافوش على مصر، خافوا على نفسكم. مصر ان شاء الله محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، لانها اولا بلد مباركة كما أخبر الحق جل وعلا، ودايما أكرر هذه الآية، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الإمام الطبري هي أرض مصر والشام، باركنا فيها مش حولها. دي حاجة. الحاجة الثانية دي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوصية النبي عليه السلام أكيد هتحفظ، أكيد ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيش حد في الكون ده كله أغلى عند ربنا من النبي صلى الله عليه وسلم. هو أغلى عند المولى عز وجل من كل من في الكون ومن على الكون صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام قال كما عند مسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. درس الليلة دي عنوانه غريب شوية، لكن أنا قصدت عنوانه. درس الليلة دي اسمه الخلطة السحرية. ايه الخلطة السحرية؟ طبعا انا ماليش في الطبيخ يعني بداية كده عشان تعرفوا وتطمنوا، انا ما اعرفش لا اطبخ ولا اعرف اوصف طبيخ، لكن خلطة سحرية لذهاب الهموم والغموم، وان الانسان يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وان الانسان يعني حينما يأتي ليه اي شيء يتعبه او يحزنه يعني يعلم ان كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. هي دي القاعدة اللي عايزين نمشي عليها، وعايزين دايما نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أحواله إيه يا رسول الله؟ قال لك: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له،
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله أكبر. سبب تسمية الدرس بالخلطة السحرية إن كما يقولون الحكمة ضال، الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها أو انتفع بها. ففي أحد الحكماء، هو مش مسلم، أحد الحكماء في يوم من الأيام، وقد يكون مسلما لأن القصة ما وضحتش هو مسلم مش مسلم حقيقة، يعني أحد الحكماء بيحكي بيقول إن في يوم من الأيام غضب أحد الملوك على الوزير بتاعه، في يوم من الأيام غضب أحد الملوك على الوزير بتاعه. فتعرف طبعا الملوك في يعني في زمان الظلم والاستبداد ما فيش عنده أسهل من إرميه في السجن، أسهل من اقتله واعمل فيه أي حاجة خلاص، لأن سلطة الحكم لها يعني لها مذاق خاص عند هؤلاء الناس. فالمهم فقال إيه، ارموه في السجن في غرفة مظلمة تكون شبيهة بالقبر. أنا عايزه يحس إن هو مش في غرفة، أنا عايزه يحس إن هو دفن وموجود في القبر دلوقتي. وما تدخلوش أكل غير كل يوم رغيفين ناشفين وشوية ملح، ومنعوا عنه وشوية مية كده يعني، ومنعوا عنه أي حد يكلمه ولا حد، ولكن راقبوه من على الزنزانة كده واسمعوا هو بيقول إيه. وبعدين طالت المدة، الرجل الوزير دوت قعد في السجن شهور طويلة، فجي الملك خطر على باله كده، او يعني قال يعني طب دخلوا له 2-3 كده كل يوم لمدة ساعة بس يشوفوا بيقول ايه ونقولوا له الكلام اللي هو بيقوله. فدخلوا عليه فلقوا رجل زي الفل، وشه منور جميل مفيش اي مشكلة بالنسبة له، فأظن انه مسلم يعني، انا يعني من خلال القصة كده اظن انه مسلم. فلقوا وشه منور كده وما شاء الله وجالس مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى، فبيقولوا له يعني انت مسجون بقالك فتره سجن انفرادي في مكان في غرفه كالقبر، ايه اللي مخلي وشك منور كده وصحتك زي الفل؟ احنا توقعنا ان انت تكون مت خلاص يعني من الهم والغم اللي حصل لك، خصوصا انت راجل مظلوم، وبعدين ده مش اي واحد، ده انت وزير يعني وزير الملك، وفجاه لقيت نفسك فين؟ في السجن. فازاي انت يعني قدرت ان انت يعني توصل للمرحله دي؟ لعل وعسى يمكن في يوم من الايام احنا كمان الملك يغضب علينا دخلنا السجن، فعايزين نعرف انت عملت ايه عشان تحافظ على صحتك وعلى معنوياتك وحالتك النفسيه وكده يعني. قال لهم انا صنعت 6 اخلاط، 6 انواع كده من ال بيسموها ايه يعني، مثلا عارف حضرتك لما تقول حضرت مثلا ايه 6 انواع من الاطعمه او 6 انواع من الاشربه وخلطتها ببعضها، حاجه زي كده يعني، عارف زي معادلات الكيمياء، واخد بالك؟ بتحط ثاني اكسيد الكربون مع مش عارف ايه مع كده خلطه كده وتطلع ايه في النتيجه النهائيه. فهو عمل كده، انا جبت 6 اخلاط حطيتهم على بعض وكل يوم اتناول منهم ملعقه، فهم ظنوا ان هو عمل خلطه كده من الاكل والشرب والكلام ده كله. طبعا احنا ما زلنا في وهذا يدعوني ان احنا فعلا نستمر شويه عشان الحاله النفسيه، احنا ما زلنا في شرح كتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم، فعلا محتاجين فعلا مفاتيح الفرج ومحتاجين نعرف كيف تفرج الهموم، لان هموم الناس كترت قوي. انا في حياتي كلها عمري والله ما شفت اهل مصر، اسال الله عز وجل ان يفرج الهموم عن كل المسلمين يا رب العالمين، عمري ما شفت أهلنا في مصر بهذه الحالة النفسية المتردية، معنوياتهم في إحباط شديد جدا، في اكتئاب شديد جدا، تعبانين نفسيا قوي. فاحنا عايزين بس كده إيه نطمن بعض، ومش معنى كده ان انا كمان مش مكتئب، كلنا مكتئبين وتعبانين، لكن اهو بنحاول ايه يعني، واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، بنحاول نصبر بعض وبنحاول نفكر بعض ان لابد من الامل. ليه؟ لان حتى لو الدنيا ضاقت بنا يا جماعه في النهايه احنا كلنا مروحين، ودي اجمل حاجه يعني. في يوم من الايام واحد كان راكب قطر، فالقطر كان زحمه موت وهو مخنوق ومش عارف ايه، فالناس بيبصوا له مبتسم، فبنته تبتسم عليه يا عم بالغلب اللي احنا عايشين فيه ده والزحمه ومحدش عارف يحط رجله ولا، وده عمال بيشرب سجاره في وش التاني، وده عمال يخبط وده بيتخانق مع ده ويشتم ده. فقال لهم انا ببتسم لاني انا كنت طالع متضايق من الزحمه ديت ومخنوق ومش قادر اخد نفسي، بس اول ما افتكرت ان محطتي قربت فابتسمت، قلت يعني حتى لو فضلت في الزحمه دي محطتين 3 اهي المحطه قربت. هي دي المساله، ان انا حتى لو ضاقت بي الدنيا فلابد ان انا اتذكر يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فالتعقيب والسرعه، لان حينما ياتي ملك الموت عليه السلام لا يستاذن على احد، خلاص اما ان ينادي بهذا النداء واما ان ينادي بهذا النداء، يا اما ياتوا النفس الطيبه واما ياتوا النفس الخبيثه، ربنا يجعلنا واياكم من اهل النفوس الطيبه يا رب العالمين.
خد بالك، فقال فالمحطة قربت خلاص، فمش مشكلة، وأن إلى ربك المنتهى. فحتى لو الإنسان ضاقت حياته عياذا بالله من أولها لآخرها، هو في النهاية سيخرج من سجن الدنيا إلى فرج الآخرة. هو النبي قال كده كما عند مسلم، الدنيا كل الدنيا ولم يستثني شيئا ولم يستثني أحدا، قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ولو كان سجن المؤمن ومش سجن المؤمن تاني كان النبي قال إيه؟ الدنيا سجن لبعض المؤمنين وجنة لكل الكافرين أو لبعض الكافرين، إنما اللفظ كان واضح، الدنيا سجن المؤمن بالتعريف بالألف واللام، أي واحد مؤمن الدنيا دي سجنه. سجنه ليه؟ سجنه من حاجتين، إنها بتكبله من إن هو ينساق ويتمتع بشهوات يعني محرمة، بس هي في النهاية ربنا عارفين وعافيكم هو اللي بيخلي الإنسان يقع في الشهوات وإن كانت محرمة. إيه؟ المتعة، المتعة التي يجنيها من وراء الشهوات، واخد بال حضرتك، هي متعة متعة، لكن في النهاية توصل النار لو كانت في الحرام، وتوصل الجنة لو كانت في الحلال. واخد بالك، في بضع أحدكم صدق، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا الشهوة يكون له بها أجر؟ قال أجل، أرأيت أن وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى، قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. فهو عمال يوصف كده، الدنيا سجن المؤمن، ليه؟ حجزان عن شهوات كنت أتمنى أعملها في الحلال، ممكن ما كنش وصلت لها في الحلال، فلما لقيتها قدامي في الحرام امتنعت. من الذي حجزني أو ما الذي حجزني؟ تقوى الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان بتقي ربنا سبحانه وتعالى. طيب المعنى الثاني، إن الدنيا حتى لو أنا استمتعت بكل شهواتها في الحلال وعشت أجمل أيام حياتي، فهي بالمقارنة بكل متاع الدنيا ده، بالمقارنة لما أعده الله عز وجل لنا في الجنة، يعتبر سجنا. لما المولى عز وجل يقول كما في الصحيحين، أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، مش هيخطر، مش هيجي على عقلك ولا بالك ولا قلبك ابدا، انسى الموضوع ده تماما، ولا خطر على قلب بشر، اقول لا خلاص بقى، يعني ده الدنيا دي يعني اقصى ما نتمنى ايه؟ تطير في الفضاء، تتفسح مش عارفين، تنزل الميه، تتفسح في 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 لانش، تاكل لقمه حلوه، واخد بال حضرتك، يعني متعه الدنيا محدوده جدا. اما الاخره الجنه، ربنا يا رب يجمعنا واياكم في الجنه يا رب العالمين. فالراجل بيقول لهم انا اللي خلاني ابتسمت ان المحطه قربت، فمهما كانت المعاناة اللي أنا فيها فالحمد لله كلنا مروحين. فالرجل دوت قال لهم، قال لهم أنا عملت خلطة كده من ست حاجات، هي دي بقى اللي أنا إيه مصبراني ومخليها صحتي زي الفل ونفسيتي جميلة جدا وأنا قاعد في السجن. قال له طب وصف لنا لعل وعسل أحسن إنه ابتلى، وأنت عارف الملك بتاعنا ده راجل مش فاهم إزاي، فممكن في لحظة من اللحظات زي ما أنا في السجن يرمينا إحنا كمان في السجن. قال لهم طيب، الخلطة الأولى هي الثقة بالله. طبعا واضح ان القصه دي رجل مؤمن، رجل مؤمن، انا قلت في اول القصه هو رجل غير مسلم، انا كنت عفوا ان اختلطت معايا القصه دي بالقصه قصه ثانيه يعني. فرجل مسلم ومؤمن، فقال اول خلطه هي الثقه بالله سبحانه وتعالى. ايه الثقه بالله؟ يعني ايه علاقه ده بالابتلاء؟ علاقه عظيمه جدا، ان انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى قال جل وعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. وقال جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. الله، يبقى الثقة في إن ربنا لا يمكن يظلمني لا أنا ولا غيري، ده ثقة، دي نوع من أنواع الثقة. والثقة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى لن يكلفني إلا ما أتحمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ربنا لو اداني ابتلاء تأكد إن البلاء ده على مقاسك، مش هيكون مقاسك في البلاء 42 ويديك 45، مش هتيجي، لازم يديك بلاء على مقاسك ويمكن اقل شوية. يعني ربنا ما بيديكش البلاء اللي هو يستفرغ كل وسعك وكل طاقتك، الله ارحم من ذلك بمراحل عظيمة جدا لا يعلم عددها الا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم مداها الا الله، خد بالك. فادي ثقة تانية. الثقة التالتة ان حتى لو ابتلاني فالله عز وجل سبحانه وتعالى حينما يعطي البلاء يعطي معه اللطف، الله لطيف بعباده. ربنا يبتلي واحد ماشي مع ابنه في الشارع، فجأة ابنه فلت من ايديه، العربية جاية هتشيل ابنه، ده بلاء، الرجل ده يكاد قلبه ينخلع. فأول ما شاف كده حط ايده على راسه وقال إن الله وإنا إليه، مش عارف يعمل ايه، هو مش قادر ينقذ ابنه ولا قادر يعمل حاجة، والولد بعيد والعربية داخل عليه. فأول
ما قال ان الله ونرى جن وراح ده يا رب نجيه. فجاه السواق ما كانش واخد باله، كان بيتكلم في الموبايل وبعدين منفعل حبتين ويعني فكان دايس بنزين ومش واخد باله. فجاه لقى الطفل راح مفرمل فالعربيه وقفت كده، ما لمستش حتى ملابس الطفل. ده لطف ظاهر، شوف دي ده بلاء، بلاء ان انا اتخضيت خضه ممكن اموت فيها، بس ربنا سبحانه وتعالى يسر ان السواق ده يقف في لحظه ما تعدهاش. فده لطف ظاهر. طب في لطف تاني؟ اه في لطف باطن. العربيه ضربت الولد وموتته او كسرت عظمه والولد دخل المستشفى بيتعالج. فالاب كان ممكن قلبه ينخلع، كان ممكن لو ما عندوش ايمان قوي كان ممكن يقول سبحانك يا رب الشارع فيه 1500 طفل، مش معنى ابني انا، كان ممكن يقول الكلمة دي. طب الشارع ما فيهوش ولا طفل، خد بالك، طب ما فيه ناس كتير يا رب، مش معنى ابني انا، مش معنى انا اللي ابني يحصل فيه كده، خد بالك، ممكن يقول كده. لكن اللطف الباطن بقى ان ربنا سبحانه وتعالى حينما يبتلي العبد بمصيبة يرزقه معها ايه، خد بالك، شوف قطرات الندى اللي نازله ديت، بشويه رضا كده وشويه صبر وايه وشويه ايه يعني، يعني خلاص هو عنده سكينه في قلبه كده ما شاء الله خلاص. فتلاقيه مع خضته وبكائه على ابنه حد يساله ايه اللي حصل، الحمد لله كل اللي يجي من عند ربنا خير الحمد لله. شوف والمعاني دي مش لازم تلاقيها عند واحد عالم ولا واحد من اهل العلم، ده تجدها اكتر واكتر كمان عند أبائنا وأمهاتنا الناس البسطاء اللي هم يعني إيمان العوام زي ما بيقولوا، يعني الناس البسطاء الجمال اللي كانوا بيتعاملوا مع الشريعة لا من منظور علمي ولكن من منظور خلاص هم بيحبوا ربنا وهم راضين عن ربنا وكل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب سبحان الملك. فشوف بقى اللطف ده لطف عجيب جدا. فهو الراجل بيقول ثقة، أول حاجة أول خلطة ثقة بالله سبحانه وتعالى، أنا واثق أن ربنا سبحانه وتعالى لا يبتليني من أجل أن يعذبني، وإن ربنا لطيف بيا، وإن ربنا لن يكلفني فوق طاقتي، وإن ربنا سبحانه وتعالى إذا ابتلاني رزقني ولطف بي ورزقني الصبر والرضا، واخد بالك، وفوق ده كله ثقة في إن ربنا هيأجرني لما أصبر وأرضى. شوف الثقة في كم حاجة، في خمس حاجات دي، كل دي كل دي تندرج تحت كلمة إيه، الثقة بالله. ده أول خلطة. الله، شفت خلطة سحرية فعلا، خلطة أجمل من السحرية، خد بالك، أول حاجة الثقة بالله. قالوا له طب والخلطة التانية، عايزين نعرف الست أخلاط بقى عشان إيه نحفظهم ونحافظ عليهم، وعلشان بقى فيما بعد إيه يعني لما يحصل لنا حاجة لا قدر الله نبقى إيه عارفين نتعامل إزاي، لا قدر الله حصل الواحد أي حاجة والإنسان معرض. حد عارف الحسن البصري في يوم من الأيام ما حد مع ناس فلقاهم بيبنوا سجون تحت الأرض عبارة عن غرف ضيقة جدا، يدوب يعني الإنسان ما يلاقيش مكان ينام فيها، يدوب كده إيه تقف أو لو حبيت تقعد تقعد كده إيه زي ما بيقولوا كده مقرفص، خد بال حضرتك، ما تعرفش تنام. فقال لهم ما هذه، إيه اللي أنتوا بتعملوا ده؟ قالوا له سجون نبنيها للحاكم الخليفة. فقال سبحان الله وسعوها لعلكم يوما ان تدخلوها. قالوا احنا ندخلها، احنا اللي ماسكين البلد كلها واحنا يعني الناس اللي شغالين تحت امره الخليفه، حد يسجننا؟ مين اللي هيسجننا؟ فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان اللي بنوا السجون هم اللي دخلوها. فمر عليهم الحسن البصري بعدها بفتره فلقاهم بيئنوا فراح مناديهم قال الم اقل لكم وسعوها لعلكم يوما ما ان تدخلوها. هي دي المساله، الضابط اللي كان مثلا بيفترف واحد عمال بيعذب فيه هو ما خدش باله ان في يوم من الايام ممكن هو نفسه يدخل في نفس المكان. احد مشايخنا ربنا يحفظه ويبارك في عمره بيقول في وقت حبيب العدلي اتسجنت بقرار منه، قرار شخص من حبيب العدلي ان الشيخ فلان ده يدخل السجن. فبيقول دخلوني لومان تورا، بيقول دخلت تورا ودخلت بزنزانه كده وشفت يعني من العذاب الوانا، يعني ربنا يعافينا يا رب العالمين. يقول يقدر ربنا سبحانه وتعالى تلف الايام وحبيب العدلي يخش نفس الزنزانه، وده من ضمن الاشياء اللي فعلا يعني خالد مجدي تلف، هي كده
انت دخلتني الزنزانه دي وانت ايه وزير الداخليه اللي كنا نخاف، والله العظيم كنا بنخاف تجيب اسمه، يعني كنا نخاف كده لو حد مثلا قال اسمه كده يا عم الله يبارك فيك الحته اللي ودان، فاهم ازاي؟ ما كانش حد يقدر يجيب اسمه ابدا، ان هو كان يعني ما شاء الله كان في قمه اللين والجمال والحلاوه، يعني ربنا يعامله بعدله يا رب العالمين. فالمهم فبيقول ان هو نفسه دخل في نفس الزنزانه اللي انا كنت فيها اللي هو دخلني فيها. هي كده كما تدين تدان الايام دول، الايام دول كل يوم هو في شأن، يعز ذليلا ويذل عزيزا ويغني فقيرا ويفقر غنيا الى اخر هذه الاحوال. سبحانك يا رب، سبحان الملك، سبحان الحي الذي لا يموت والانس والجن يموتون. عشان كده ربنا لما قال لك توكل قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع ان الحي هو الذي لا يموت، الحي بالتعريف كده بالالف واللام، انا حي، انما انا مش الحي، لا الحي هو الله، الحي بالتعريف كده الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. شوفوا احنا تكلمنا بقى في رحلة الدار الأخير عن مسألة بقى النفخ في الصور بقى ونفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة البعث، وإن كان بعض أهل العلم جمعها في نفختين، قال نفخة الفزع والصعق هي نفخة واحدة ولكنها تطول، تكون في أولها فزع وفي آخرها صعق، والنفخة الثانية هي نفخة إيه؟ البعث. شوف بقى فالمولى عز وجل لما يقول لملك الموت من بقي يا ملك الموت، يقول بقي حملة العرش أم الثمانية، وبقي جبريل، بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، خد بالك، وعبدك الماثل بين يديك وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فبيلام العظمة يقول له ليموت جبرائيل، يروح ملك الموت ويقبض روح جبرائيل سيدنا جبريل عليه السلام اللي هو أمين الوحي وأمير الملائكة اللي النبي شافه على صورته الملائكية مرتين، مرة في كل مرة كان سدا ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب، ليموت جبرائيل فيموت جبريل عليه السلام، وبعدين وليموت ميكائيل ليموت حملة العرش، خد بالك، ومن الذي يحمل العرش؟ وهل يحمل العرش بهؤلاء الملائكة؟ أبدا، كما جاء في التفسير أن المولى عز وجل كما في قوله في سورة هود وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء فأمر الملائكة أن يحملوا العرش، جم يحملوا. طبعا انتقل المولى عز وجل 8 من الملائكة، حضراتكم طبعا عارفين وصفهم عاملين ازاي، يمكن انا ذكرت وصف واحد فيهم، والواحد ده يعني هي نسخ من بعضها، يعني نفس النسخ بنفس القوة نفس ايه الحجم الرهيب الذي لا يخطر على قلب بشر، كما جاء الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش. الله أكبر، رجليه في الأرض السبعة، خد بالك، وشق بقى الأراضين السبع وما بين الأرض والسماء، وشق السماوات السبع وسدرة المنتهى والكرسي وكل ده لحد ما وصل فين؟ للعرش، وعلى قرنه العرش. فيقول سبحانك حيث كنت، وفي رواية سبحانك ما أعظمك، فيرد عليه الحق جل وعلا يقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. شوف مالك بالكم الحجم ده، شق الارضين السبع والسماوات السبع وسدرة المنتهى والكرسي حتى ما وصل للعرش، واخد بالك، ليموت حملة العرش فيموت حملة العرش. وبعدين من بقي يا ملك الموت؟ يقول بقي عبدك الماثل بين يديك وبقيت انت وانت الحي الذي لا يموت. الدنيا كلها فضيت، لا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا دواب ولا طيور، الكون فضاء سكون، خلصت المعاصي، خلص الظلم، خلص العقوق، خلصت كل حاجة في الدنيا، خلص كل حاجة، والدنيا سكون عجيب. فالمولى عز وجل يقول له وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت اللي هو أصلا بيقبض أرواح الناس. ثم يمسك الحق جل وعلا السماوات بيمينه والأرض بيمينه أيضا، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، ويقول أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ سبحان الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فشوف فالخلطة الأولى الثقة بالله، قالوا له طب والخلطة الثانية؟ قال لهم علمي بأن كل مقدر كائن، اللي هو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن،
اللي هو معنى قول المولى عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال. الحال دلوقتي إيه؟ فلان ده مريض، المقال بقى إنه ربنا هيشفيه في يوم كذا في الساعة الفلانية، ده المقال. المقال ده بقى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا بعض المقالات التي أطلع عليها بعض الرسل، زي ما النبي عليه السلام كان حدثنا عن علامات الساعة الصغرى والكبرى وقيام الساعة، دي اسمها مقالات، كلها مقالات. من الذي يعلم تلك المقالات؟ الله سبحانه وتعالى. لكن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى بعض الرسل ربنا بيطلعهم على بعض الغيبيات، أما الغيب على إطلاقه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل سبحانه وتعالى يعني الذي يريده هو لابد أن يكون، يبقى إيه؟ والله لا يكون الله غالبا على أمر إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال، ولا يكون غالبا على أمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. الله أراد أن فلان يخف من مرضه، من اللي قادر أن يشفيه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ يبقى هو غالب على الأمر لأنه قادر أن يشفيه. الله قادر أن فلان ده يطلع من السجن بعد ما كان متهم مثلا ظلما أو حتى غير ظلم. الله قادر على ان فلان بعد ما كان فقير انه يغتني. الله قادر ان فلان بعد ما كان ضعيف انه يبقى قوي، وهكذا. الله قادر ان فلان بعد ما كان 15 سنه ما بيخلفش يخلف النهارده. الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. والله على كل شيء، مش بعض الاشياء، لا، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. صيغه مبالغه عظيمه جدا، خد بالك، على وزن فعيل. فالخلطة الثانية علم بأن كل مقدر كائن. مين اللي يقدر يمنع قدر المولى عز وجل؟ محدش يقدر. فبيقول ما دام ربنا قدر إن أنا أتسجن محدش يقدر يمنع سجني، ولو ربنا قدر طلوعي محدش يقدر يسجني، محدش يقدر إيه؟ يمنعني. لذلك إحنا حكينا في الحلقة اللي فاتت الرجل الحاكم اللي حكم على أحد أهل العلم بأنه يتسجن، واخد بالك، وبعدين جت أم هذا الرجل بتقول له يعني بذكرك بابن اللي مرمي في السجن، قال ده أنت ذكرتني بده أنا هقتله. فراح كاتب ورقة كده للوزير بتاعه قال له روح اديها إيه للراجل اللي هو عشماوي اللي بيقتل على طول ده، قال له وصل له الورقة ديت كده وقول له إيه، قول له إن الراجل ده أنا عايزه يتصلب ويتقتل. فكتب على الورقة يصلب، خدها الوزير فقرأها وبيفتح الورقة فلقى مكتوب عليه يطلق. يطلق ازاي؟ قال له يا سمو الملك انت عايز يصلب ولا يطلق؟ قال عايز يصلب طبعا، ده انا على اخر منه. فقال له طب سموه الكاتب يطلق؟ قال له يطلق ازاي؟ اكيد ما خدش باري. ورقه ثانيه، ده الورقه الثانيه كتب يصلب. فاخدها الوزير متطبقه كده، راح هناك بيفتح لها ايه يطلق مره اتنين ثلاثه. فالملك قال له والله ما اردت الا ان اكتب يصلب، فكتبت يطلق. فمن أراد الله إطلاقه فلا بد أن يطلق ثم يطلق ثم يطلق. هي ديت بقى الخلطة التانية اللي هي علمي بأن كل مقدر كائن، حدش هيقدر يمنع قدر ربنا. يبقى أنا أزعل ليه؟ ربنا قدر أني في اللحظة الفلانية أمرض، في اللحظة الفلانية أفقد عزيزة على قلبي، في اللحظة الفلانية أبتلى في مالي، في اللحظة الفلانية يحصل كذا، مين كان هيقدر يمنع عني دوت؟ ما دمت عارف إن ما فيش حد في الدنيا يقدر يمنع عني قدر الله، يبقى أحزن ليه؟ يبقى أول حاجة الثقة بالله، تاني حاجة علمي أن كل مقدر كائن. طيب الخلطة الثالثة قالوا له، والخلطة الثالثة بقى قال لهم الصبر خير ما استعمله الممتحنون. الخلطة الثالثة اللي هي الصبر بقى. الله، شوف النبي لما يقول والصبر ضياء نور وأجر الصبر لا يخطر على قلب بشر. والله العظيم لو قعدت من هنا ليوم القيامة أقرأ لكم في كتب وفي مراجع علشان أطلع لكم أجر الصبر، أقسم بالله لنا ولا غير نعرف نطلعه. لو اجتمعت أنا وكل أهل العلم في كل بلدان العالم عشان نعرفكم أجر الصبر مش هنقدر. بل لو جاء نبي من الأنبياء ما استطاع أن يعلمكم أجر الصبر. ليه؟ لأن ربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حد عارف الصبر أجره إيه؟ محدش يعرف.
وعشان كده لما كان الصوم من الصبر قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الجزاء إيه؟ ما أخبرش. زي لما ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن من ضمن نعيم الجنة أشياء كده لا تخطر على قلبك ولا على عقلك، فعشان كده ما بيخطبكش بها صراحة. قال لك الأريكة اللي انت تقعد عليها في الجنة دي، أنا مش هقول لك على الظهارة بتاعتها شكلها عامل ازاي، أنا كلامك عن البطانة اللي انت مش شايفها. قال بطائنها من استبرق، والاستبرق هو أرق وأجمل وأدق وأحلى أنواع الحرير في الجنة. دي البطانة. أمال الظهارة؟ قال لك لا، عقلك مش هيجيب، عشان كده مش هكلمك عنها. تشوفها بقى في الجنة لما إيه ربنا يجمعنا في الجنة. يعني فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأول مرة من سنة كاملة الحقيقة يعني بحب نخلي الحلقة كلها للموضوع اللي بتكلم فيه. هنعمل لكم كده حوالي في آخر الحلقة إن شاء الله جزء للاتصالات إن شاء الله في آخر الحلقة إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. يبقى الخلطة الثالثة أن الصبر هو خير ما استعمله الممتحنون. إن الإنسان يصبر، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش الرضا واجبا علينا لكن جعل الصبر واجبا؟ لأن الصبر واجب، أن أنا أصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى، وأن أنا أصبر صبرا جميلا. مش صبر يعني إيه أدينا صبرين وخلاص وإحنا ورانا إيه غير الصبر، هو أنا لو ما صبرتش مش عارف إيه. لا، ده مش صبر جميل، ده صبر مليان اعتراض. إنما يعني إيه، يعني كما قال ابن مسعود من قال الحمد لله فليس بشاكن. عادي ان انا تعبان، واحد دخل علي اخبارك ايش محمود، فانا تعبان مثلا، فبقول له الحمد لله تعبان شوية. خد بالك انا كده ما اشتكتش، انا طالما قلت الحمد لله فانا راضي او على الاقل صابر. فبقول له بقى اللي انا فيه، عيني بتوجعني، دماغي وجعني شوية، عندي شوية صداع، عندي مغص. فده لا يقضح في ان انا ايه، في ان انا اكون انسان صابر على قضاء الله سبحانه وتعالى. فبيقول لك الصبر، وزي كده عشان قال الصبر ضياء، نور، نور فعلا، نور بينور حياة الإنسان. لأنه الإنسان يعني أسألك سؤال صغير، يعني الإنسان هيخسر إيه لو صبر؟ يعني حصل مشكلة معينة، حصل ابتلاء معين، حصلت مصيبة معينة، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، حصلت خلاص، يعني مش هتحصل، هي حصلت خلاص، أعترض ليه؟ عشان كده كان الخلطة الرابعة إن هو قال لهم إيه؟ قالوا له الخلطة الرابعة قال لهم وإن لم أصبر فأي شيء أعمل؟ يعني أنا لو ما كنتش هصبر اعتراضي ده هيفيد بي. يعني مثلا ربنا يعافينا وعافيكم، واحد ابنه مات او واحد فلوسه راحت، لو اعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى هياخد حاجتين، هياخد المصيبة ومعاها الوزر. طب ولو صبر هياخد حاجة واحدة، خد بالك هيبقى ابتلي بالمصيبة وخد الاجر من وراها. في انسان عاقل في الدنيا تيجي له مصيبه، ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين ويعافينا من البلاء، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره يا رب العالمين، اللهم امين. في انسان في الدنيا يبتلى وبعدين يتضجر ويسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، فيخرج من الموضوع ده كله بالمصيبه والوزر كمان، خبر ده يبقى انسان ما عندوش عقل. انما لما يكون ابتليت خلاص والمصيبه حصلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة، يتصارعان إلى يوم القيامة. أنا بدعي في نفس الوقت اللي نزل فيه مصيبة، نزل المصيبة فقابلها الدعاء، ففضل يتصارع اليوم القيامة، لا ده يطلع ولا ده ينزل، خد بالك. لكن حجب عني إيه؟ حجب عني مصيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة في الحديث الثاني، لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولذلك كان من الخطأ إن الإنسان لما يدعي يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. وليه تسأله اللطف فيه؟ ما تسأله رد القضاء. يعني لو واحد ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين، ابنه حصل له حادثة عربية، فأديه ورجليه كسروا وحصل له شرخ في الجمجمة مثلا، فلو قال أسألك اللطف فيه يبقى كفاية تكسر إيديه ورجليه وبلاش الجمجمة. لا، أنا عايزه كله معافى، أنا عايز ابني كله معافى، يبقى أسألك إيه؟
أسألك أن ترفع عني هذا البلاء، مش أسألك أن تخفف عني هذا البلاء. أنت بتطلب من الملك سبحانه وتعالى، وده بيعلمنا كيف نتعامل مع الحق سبحانه وتعالى. نحن بنطلب من الملك سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى الخلطة الرابعة اللي قالها الرجل دوت، قال وإن لم أصبر فأي شيء أعمل؟ يعني أنا لو ما صبرتش على البلاء اللي أنا ابتلي بيه وعلى السجن اللي أنا فيه دلوقتي هعمل إيه؟ هو الملك أمر أن أنا أخش السجن، طيب أنا معترض وأنا متضجر وأنا زعلان وأنا مش صابر وأنا مش راضي وعمال بسب وبلعن وبشتم، وفي النهاية هزود مصيبتي مصيبتين. أما لما يكون الإنسان بيقول خد بالك بقى في عز البلاء، واحد أمر بيه أن يخش السجن، واسأل بقى مجرب يعني ربنا عافينا فيكم يا رب العالمين، لما كنا بنتسجن في النظام السابق كنا بنخش طبعا بنشوف ربنا عافينا عافيك، كنا بنشوف خلق تذكرك بعذاب القبر، والله العظيم كنا بنشوف حاجات اقسم بالارق واحد فيهم واخد مطوطين في وشه، فيعني ايه، فكنت تخش تلاقي زنزانه مثلا، اقول لك مش عايز اقول لك قد الاستوديو، ما تجيش قد الاستوديو، اوضه وصاله مثلا حاجه قد كده يعني، يعني حاجه مثلا ايه 6 متر في 6 متر فيها 50 و52 و60 واحد محبوسين في المكان ده، محدش عارف ينام ابدا، عايز تنام على كتف اللي جنب كده ويسند، هو يسند على اللي جنبه والاخدان يسند على الحيطه، واخد بالك؟ حاجه كانت غريب جدا. لكن كان لو انت بقى استحضرت كلمه الحمد لله في الوقت دوت، هتلاقي كده الحمد لله نزلت على قلبك كده بردا وسلاما وسكينه، واخد بالك؟ وتستشعر خصوصا انت ما انتش داخل كمجرم، انت راجل مبتلى في دينك، واخد بالك؟ يعني مش ابتليت في دينك نفسه، استغفر الله، مبتلى بسبب ان انت متدين، او ان انت سلط عليك هذا الاذى بسبب ان انت راجل متدين، واخد بالك؟ فشايف في الموضوع اول ما تقول كلمه الحمد لله تستشعر بقى في اللحظه دي، اول ما تقعد كده تقول الحمد لله، تقعد ايه مش تقعد، تقف تقول الحمد لله، اول ما تقول الحمد لله تحس كده ان ايه خلاص قمه الرضا بقت ماليه قلبك سبحان الملك. فقال لهم ده الخلطه الرابعه، قالوا كده فاضل خلطتين، قال لهم الخلطه الخامسه، قد يمكن ان اكون في شر مما انا فيه، اللي هو ايه، واحد اتسرق منه 100 جنيه، يقول الحمد لله كويس انه ما خدش باله من الفلوس اللي في الجيب التاني، كان ممكن يسرق ال 100 جنيه اللي هنا وال 1000 جنيه اللي في الجيب ده، خدت بالك؟ شوف يقدر ايه، يقدر ايه اسوأ الاحتمالات. واحد اتسرقت عربيه تقول الحمد لله نجت على العربيه، كان ممكن العربيه واخد بالك تتسرق وفيها ولادي، يبقى سرقوا العربيه وولادي. واحد الغساله اللي عنده مثلا اتحرقت يقول الحمد لله نجت على الغساله، كان ممكن الشقه كلها تتحرق، ده دايما نقوله كده، حتى لما كان حد مثلا تتخبط عربيته يقول لك الحمد لله اللي يجي في الريش بقشيش، يعني المثل المصري كده ياخد بالك، ما دام في الصفيح مش مشكله، اللي يجي في الصفيح مش مشكله، اهم حاجه ما تجيش في عيل من عيالنا، اهم حاجه. مش احنا دايما بنقول الكلام ده؟ عوام المسلمين بقى بيقولوا الكلام ده، هم على قناعه ويقين من جواهم فعلا ان كان ممكن يكون اسوأ من كده، فالحمد لله ان ربنا لطف بينا، فهو بيقول لهم كان ممكن يكون اشر مما انا فيه. طب ايه هو الاشر؟ انت دلوقتي مسجون، كان ممكن يتسجن ويعذب جوه السجن وفي الاخر كمان يتقتل، انما هذا الملك اكتفى فقط بسجنه، فبيقول الحمد لله انه سابني مسجون كده وباكل وبشرب وقاعد وخلاص، اديني بعبد ربنا وبسبح واذكر ربنا وسبحان الملك. من امتع يعني استغفر الله، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، من امتع الاماكن اللي تحس ان انت عايش فيها مع القران السجون، السجن، ان انت لا انيس لك في هذا المكان الا الله سبحانه وتعالى، فتستانس بكتاب ربنا جوه. يعني مثلا طبعا ما كناش بنتسجن فترات طويله، يعني مثلا 15 يوم 20 9 ايام حاجات كده، انما عايز اقول لحضراتكم حاجه، ان وانت جوه ربنا يعافينا ويعافيك يا رب من جوه دي خالص، لو حاطين قدامك كل انواع الاطعمه، جايبين لك كل اللي انت عايزه ومعكش مصحف تحس انك يتيم، انما لو معاك مصحف وحجبوا عنك الاكل والشرب وكل متعه الدنيا انت مطمن ومبسوط. كان ممكن الواحد جوه يختم القران بفضل الله سبحانه وتعالى كل يومين مره. اذكر كان في اخ ختم القران اظن سبع ساعات ونص او 8 ساعات، ختمه كله من الالف للياء، قراءه كده سريعه شويه لكن ختمه كله، تختم القران كتير جدا. امام ابن تيميه في السجن ختم القران 84 مره، إلى أن مات عند قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية، الله أكبر. فالخلطة الخامسة إنه ممكن أكون في أشر مما أنا فيه،
فانا بحمد ربنا وبصبر نفسي ان انا بقول وانا اتسجنت لما كان ممكن اتسجن واتعذب، كان ممكن اتسجن واتعذب ويتصادر اموالي ويتسجن اولادي معايا كمان. خد بالك، شوف لما تتوقع الاسوأ ترضى بالاقل، خد بالك، وفي نفس الوقت تدعو ان ربنا يرفع عنك هذا البلاء. يعني هذا لا يمانع او هذا لا يتعارض مع هذا. اخر خلطه بقى اللي هي السادسه، قالوا له طب الخلطه السادسه، انت قلت لنا ست اخلاط. قال لهم الخلطه السادسه انه من ساعه الى ساعه فرج من عند الله. الناس دولت كانوا مدسوسين من عند الملك، فاكرين اول القصه ان الملك قال لهم خشوا واتكلموا معه شوف يقول ايه، تعالوا نقول الكلام. قال لهم اخر خلطه ان من ساعه الى ساعه فرج من عند الله سبحانه وتعالى. خدوا الكلام ده وراحوا نقلوا للملك فعفى عنه واخرجه من السجن واعاده الى الوزاره مره اخرى. ده درس كبير قوي اتعلم من خلاله حاجات كتيره ومعاني كتيره جدا. ممكن اي انسان يا جماعه يتحط في محن ويظن انها النهايه. اسال نفسك كده، ما مرش بيك الموقف ده؟ اكيد هتقول لي فعلا حصل كده، انا مره حصلت مشكله كذا ومره مشكله كذا ومره وقلت خلاص انا انتهيت، ورغم ذلك المولى عز وجل يقيمك مره اخرى ويرجعك احسن من الاول. خدت بالك؟ يعني اذا بيقولوا كده الضربه اللي ما تموتش تقوي. دي فعلا دي حقيقه، الضربه اللي ما تموتش تقوي الانسان، والانسان قلبه بيقوى من كتر الصدمات والابتلاءات و ولذلك في انسان تجد مثلا تحدث له مثلا ابتلاءات ومصائب وتجده دائما مبتسم مراضي الحمد لله. ليه؟ يقول لك من كتر المصائب وصبر عليها ورضائي عن قضاء الله سبحانه وتعالى، الموضوع بالنسبه لي مش فارقه كتير، لان في النهايه انا اتمنى ان انا القى الله وهو راضي عني. خلاص هي دي قضيه رقم واحد ورقم ألف. فممكن يقول دي نهايتي وما تبقاش نهايته، واكيد كل واحد فينا عنده حكايات بالشكل ده. يعني لو فتحنا كده ايميل او صفحه على الفيسبوك وقلت لك ابعت لي حكايه حصلت لك في حياتك وقلت انا انتهيت خلاص ومع ذلك ربنا اقامك واكرمك و هتلاقي والله العظيم الاف الحكايات هتجيلك كل يوم. ناس كتيره بتتعرض بقصه يوميه، القصه بتحصل كل ساعه وكل لحظه في على وجه الارض. هتلاقي نفسك ممكن لما تشوف قصص الناس واللي بيحصل لهم وازاي ربنا فرج عنهم تقول يا سلام القصه دي شبه قصتي، وواحد تاني يسمع قصه تانيه ويقول القصه دي شبه قصتي بالظبط. وازاي كنا همشي معاك في بعض العناصر كده في عجاله سريعه ونكمل ان شاء الله المره القادمه، ان لم نتكلم المره القادمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاول حاجه لا تحمل هم الرزق، اوعى تحمل هم الرزق. قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. بيحكى ان واحد اسمه ابو ابراهيم اليماني بيحكي بيقول كنا خرجنا بنمشي كده على شاطئ البحر مع ابراهيم ابن ادهم، ابراهيم ابن ادهم رجل العابد المشهور، خد بالك، فاحنا ماشيين معاه قلنا طيب يعني ايه يعني، واحنا ماشيين كده دخلنا منطقه زي الجبل كده وبعدين لقينا حطب ولقينا خشب و فقلنا طب الدنيا برد طب تعالوا نولع شويه حطب وشويه خشب كده ونقعد كده نتدفى. فهم قاعدين لقوا ايه واحد منهم قال لهم وانا كمان معايا شويه خبز كده، واخد بالك، تعالوا ناخد ناكل الخبز واحنا قاعدين كده ايه بنتدفى جنب الحطب، واخد بالك. في وسط ما هم قاعدين فجاه واحد منهم بيقول ايه يا سلام مع شويه الدفى دول بقى كده والخبز الجميل الطازه الحلو دوت، يا سلام لو كان في شويه لحمه نشويهم كده بقى حتتين لحمه. فإذا بإبراهيم بن أدهم اللي قلبه مليان يقين في الله سبحانه وتعالى قال إن الله لقادر على أن يطعمكم ها هنا. قادر ربنا سبحانه وتعالى يبعث لكم رزقكم اللي أنتم بتتمنوه هنا لو عايزين، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل يا جماعة؟ يقول لك فلم يستتم إبراهيم بن أدهم كلمته حتى وجدوا هذا المشهد. شافوا إيه؟ هم قاعدين في مكان جبلي كده وقريب من غابات، وخبال حضرتك فجأة لقوا أسد بيطارد غزالة. بيطاردها ليه؟ عايز ياكلها طبعا، هو في دي محتاجة سؤال، فعايز ياكل الغزالة. طبعا الغزال بمجرد ما حست إن الأسد بيجري وراها، أنتوا عارفين طبعا المنظر، أكيد شفتوا طبعا فقرات في بعض القنوات اللي بتتكلم عن عالم الحيوان أعزكم الله، وهي بتصور لك بقى مشهد الغزال وهو بيجري قدام الأسد فرارا منه، بيجري بسرعة فائقة قد تصل أحيانا سرعة عربية، خد بالك. فهو بيجي الغزال من شدة بقى ايه المنحنيات اللي في الجبل
فجأة راح ارتطم في حيطة فنزل ايه؟ متعور. الحيطة دي جنب مين؟ جنب إبراهيم بن آدم واللي معاه. فالأسد أول ما شاف المنظر ده، ناس بقى قاعدين ومولعين نار وخبالك ومعاهم خشب وحطب وقف بعيد. فقال لهم إبراهيم بن آدم: ألم أقل لكم إن الله لقادر على أن يطعمكم؟ الحقوا الغزالة قبل ما تموت. وراحوا دبحينها وسموا الله سبحانه وتعالى، وراحوا سرخينها في ثواني كده إيه، وبدأوا يشوها: وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب انت قلت الصلاة بعد تلت ساعة يا استاذ كريم، هنقول بس القصة دي ونستقبل الصلاة. القصة التانية الجميلة وكان ليها معنى حلو قوي، معنى قول المولى عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان في واحد عطار من اهل الكرخ، حتة اسمها الكرخ كده في العراق، كان واحد عطار عايش في المكان ده. وبعدين ورجل كان مشهور بالامانة والتدين والصلاح والصلاة، وفجأة ركبه الدين، حصلت عنده مشاكل جامدة جدا جدا وركبه الدين. فعمل ايه؟ راح قافل دكانه وقفل على نفسه بيته، وفضل ليل ونهار صلاة ودعاء وذكر لله سبحانه وتعالى وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما بات في ليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا فلان اذهب إلى علي بن عيسى. علي بن عيسى ده كان وزير في الوقت ده، فإني أمرته أن يعطيك 400 دينار. يقول له: أنا أمرت علي بن عيسى أن يديك 400 دينار. فرجل فاق كده من الرؤية دي وقال: سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من رآني في منامه فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. فراح عشان يوصل لعلي بن عيسى اللي هو الوزير عشان ياخد منه 400 دينار. هيقول له: انا شفت النبي عليه في الرؤيا. خد بالك طبعا ما يجيش واحد النهارده يقول لك: انا شفت النبي في الرؤيا بيقول لي ان انا ايه، خد العربيه بتاعت فلان. خد بالك يعني، قول له بتغطى كويس يعني. فالمهم فايه، فده راح لعلي بن عيسى حاول يوصل له، ما عرفش يوصل له. الناس طبعا حرس منعوه. بعدين فجاه هو واقف كده حوالي ساعات واقف، فجاه خرج واحد من اصدقاء علي بن عيسى، وفي نفس الوقت يعلم هذا الرجل العطار، يعرفه كويس، فراح مناديله. فقال له: اين انت؟ الراجل بقى اللي خارج اللي هو صديق علي بن عيسى صديق الوزير يعني، بيقول له: انت فين؟ قال له: انا فين؟ قال له: انا موجود في مكاني، بس انا بس حصل عندي مشكله وكده، وكان يعني رايت رؤيه في المنام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: اذهب الى علي بن عيسى فخذ منه 400 دينار، فاني امرته بذلك. قال له: والله منذ الصباح وعلي بن عيسى يبحث عنك، وقد نشر جنوده في كل مكان يبحثون عنك. قال له: طيب. دخل استاذن له وراح داخل عليه على طول. فاول ما دخل علي بن عيسى فقال: احسن الله اليك بانك قصدتني، فوالله ما نمت البارحه. قال له: والله العظيم انا ما نمتش امبارح. فقال ليه يعني سياده الوزير؟ قال له: ليه؟ قال له: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم البارحه في منام وقال لي: اغث فلانا العطار من اهل الكرخ، اغث فلانا العطار. فقلت له: من يا رسول الله؟ قال: اغث فلانا العطار من اهل الكرخ. وهو سمى له المكان بس ما سمالوش الشخص. فقال له: وسمى لك المال؟ قال له: أمرني أن أعطيك 400 دينار. 400 دينار هو نفس الرؤية التي رأها رجل العطار نفسه. فقال له: أحسن الله إليك، والله إن رسول الله جاءني البارحة وقال لي نفس الكلام. فبكى علي بن عيسى اللي هو إيه؟ اللي هو الوزير، وأرجو وقال له: أرجو أن تكون هذه عناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. وبعدين راح أمر بقى الناس اللي عنده قال لهم: هاتوا لي 1000 دينار مش 400. قال له: تفضل، آدي 400 دينار بتوع اللي هم اللي النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ادهم لك، وادي 600 دينار اكراما مني انا ليك. فقال: لا والله ما اريد ان ازداد على عطاء رسول الله شيئا. شوف اليقين، خد بالك. قال له: ما اريد ان ازداد على عطاء رسول الله شيئا، فلن اخذ الا ال 400 دينار وسيجعل الله عز وجل لي فيها البركه. وراح رايح وطلب من واحد انه يتوسط له عند الناس اللي مدينينه، فقال لهم: هقسط له. قال له: قسطها على 3 سنين، دفع لهم الثلث والثلثين على 2 3 سنين، واخد بالك. فازداد ماله ونمت ثروته لحد ما سد ديونه، ربنا اكرمه بالمال الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. هنكمل الموضوع ده ان شاء الله الحلقه القادمه، ولكن قبل ما نستقبل اتصال استاذنكم نسيت عفوا اقول لكم بس اسماء الفائزين بالموسوعه الذهبيه في هذا الاسبوع. الأخت أحلام مكي السيد أحمد، أحلام مكي السيد أحمد، والأستاذ يوسف أحمد خالد، الأستاذ يوسف أحمد خالد، الاثنين فازوا بالموسوعة الذهبية. والناس بقى اللي بتتصل
بالتوزيع بتاع المكتبه ليهم، ما ينسوش ليهم هديه فوق الموسوعه اللي هي سي دي لا تحزن وتبتسم الحياه. اظن الناس محتاجه جدا جدا اليومين دولت، لا تحزن وتبتسم الحياه، سيدي مهمه جدا، ومعاها كتيب صغير اسمه روحي فداك يا رسول الله. وسؤال الحلقه الاسبوع ده ان شاء الله، ما عدد، سؤال سهل قوي، ما عدد حمله العرش؟ ونستقبل اتصالاتكم. مين معانا السكريم؟ الاخت الاء من المنوفيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا يا فندم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. ربنا يعز حضرتك يا رب. والله يا شيخنا يعني، والله يعني سبحان الله، ديت من نعم الله عز وجل عليا يعني. فاول حلقه ابتدت كنت بقول ايه، للاسف الشيخ محمد مصر ما بياخدش اتصالات، يعني اول ما حضرتك قلت اتصالات النهارده يعني مش عارف، حسيت سبحان الله يعني. انا والله يا اختي الاء، انا يعني انا برفض الاتصالات مش عشان حاجه والله، ده انا بتمنى اسمع صوتكم كلكم ليل ونهار، بس انا يعني بقول ايه تقصير. بقول عشان بس ضيق الوقت، فانا بحاول بس اوصل لكم الحاجه اللي انا عايز اقولها مش اكتر والله. اتفضل. احنا عارفين بس يعني ربنا يجزيك عنا خير الجزاء. الله يعني يخليك يا اختي. كنت فكرت حضرتك مره ان انا يعني من الناس اللي التزمت على ايد حضرتك بفضل الله شرايط، اكتر شريط بصراحه يعني عجبني واثر فيها جدا لحظه صدق. الله. يعني حسيت ان الانسان لازم فعلا يقف مع نفسه لحظه صدق. الله. طب وبعد مثلا ان انا ماشيه متبرجه او يعني بفضل الله، انا كنت يعني ايه مش عايز اقول لحضرتك يعني، انا ابتديت ان انا اسمع حضرتك والشيخ واسحاق والشيخ محمد حسان من تقريبا وانا في ثانيه اعدادي ما شاء الله، لكن شاء الله. للاسف كنت ايه بسمع بعض المسلسلات معدوده. نعم. كنت بحس بضيق شديد جدا يا شيخنا، اقول ايه طب وبعدين، ولقيت نفسي مره واحده كده تركت كل الكلام دوت وشفرتها. بس يا شيخنا مش عارفه اخواتي اعمل معاهم ايه، ادعي لهم يا شيخ ربنا يهديهم، بيتفرجوا على الحاجات دي. الدعاء والدعوه البسيطه الجميله، وذكريهم دايما بقول المولى عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. معناها كده بالبلدي ما أنش الأوان بقى، دي مسألة مهمة جدا جدا، ذكريهم بهذا المعنى الجميل، وذكريهم بقول المولى عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا سلام. كلكم يعلم طبعا أن الشبر ده كان سبب في إنقاذ الرجل الذي قتل 99 نفسا، يعني لولا ان هو لو كان قال ايه طب خلاص بقى، يعني الراجل قال لي روح اعبد ربنا في القريه الثانيه ده ولا بتاع، اروح بكره ولا بعده ولا بتاع، لكن راح في ساعتها مباشره، فلما مات قاسوا المسافه له اقرب الى ارض الطاعه بشبر، لو اتحرك متاخر ثانيه كان فرق مع الشبر ده. فممكن الانسان النهارده ربنا يلهمه بالتوبه، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يحجب عنه التوبه بعد سنه مثلا، يعني ممكن تبقى باب التوبه دلوقتي، يعني مش عايز اقول باب التوبه بيتقفل، لا ما بيتقفلش، لكن اقصد ايه؟ اقصد ان الانسان يعني باب التوبه لا يغلق الا اذا وصلت الروح الى الحلقوم، الا اذا يعني طلعت الشمس من المغرب، ودي علامه من علامات الساعه الكبرى. لكن انا قصدت ايه؟ قصدت ان واحد ممكن ربنا يلهمه التوبه فيرفض التوبه، يرفض النعمه ديت، ويفضل كده رافض 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 لحد ما يجي في لحظه ويكره التوبه. يقول مش عايز اتوب. يقول انا ما بفكرش اتوب. زي ما في ناس كانت تقول لك ايه، انا نفسي مثلا ابطل السجاير ديت النهارده او ابطلها من بكره، وبعدين اتفضل حبيبي، انا مستني تقول حاجه والله. اتفضل حبيبي، اتفضل، انا معاك. الاخت ياسمين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا شيخ، ربنا يباركنا فيك يا رب. الله يسترك، الله يسترك يا رب. يا شيخ والله انا والدتي ربنا سلام من فتره. نعم. بمرض. الله يشفيها. بس هي بفضل الله ربنا قربت من ربنا بفضل الابتلاء ده يعني. سبحانك يا رب. الحمد لله، بس للاسف يعني هي زودت في الطاعات وفي النوافل وفي الصيام. بس للاسف الشيطان داخل لها، بيدخل لها في كل حاجه. نعم. بينيها عن كل حاجه ومخليها يأسة جدا جدا جدا. يأسة من مرض يعني وكده؟ لا هو يعني سبحان الله ربنا بنيجي ربنا اللي هي تعمل مصيبات ما في ديننا. نعم. احنا خايفين ان هي الشيطان بيوسوس لها في كل شيء، كل شيء تعمله. نعم. يعني مثلا انت بتصلي ليه؟ انت خلاص هتموتي. نعم. احنا على طول بتبكي على طول مع نفسها هي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم اختي ياسمين. وبعدين انا لما اقول ايه، اصل انا بصلي يبقى انا خلاص هموت، ما كلنا هموت. يعني هو في حد قاعد؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. خليها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكثر من الاستغفار ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما كده تخلي لسانها في ذكر، ان شاء الله الشيطان يهرب حينما يعني يجد انسان قلبه مليء بذكر الله سبحانه وتعالى، ولسانه دائما يردد ذكر المولى عز وجل. ربنا يحفظكم. مين معانا يا حبيبي؟ الاخت هيام الفيوم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحفظك الحمد لله. نسألك الدعاء يا شيخ كده بالزوجة الصالح إن شاء الله. الله يرزقك يا رب ويرزق كل أخواتنا يا رب بالزوجة الصالحين يا رب العالمين. يا شيخ إن شاء الله أنا عايز أسأل حضرتك في فتوى. أنا كنت أخذت شيء بس نسيته، فلما الشخص اللي أنا أخذته منه ده لما سألني عليها حلفت إن أنا ما أخذتوش، وجاء حد ذكرني بإن أنا أخذته. بس انا ساعه حلفت كنت معتقده ان انا ما اخذتش الشيء ده. يعني كنت ناسي يعني. الثاني ده عليه كفاره ولا كنت لا؟ ناس كنت ناسي يعني. ايوه. وعايزاك بقى يشرب رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكروا عليه. ما دمت انت ناسيه حلفت على حاجه انت ناسيها فعلا، فما عليك الا الاستغفار ان شاء الله ربنا يحفظك. اتفضلي يا اختنا. مين معانا يا كريم؟ الاخت منال من الاسكندريه. انا ان شاء الله عندكم غدا في الاسكندريه ان شاء الله في محاضره انا وحبيبي الغالي الدكتور احمد فريد ان شاء الله، اظن في مسجد امهات المؤمنين. فان شاء الله معاكم بكره في اسكندريه حبيبنا واهلنا من اهل اسكندريه ربنا يبارك فيهم. ايوه ان شاء الله. وهاجي لكم الغربيه يا كريم ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور الشيخ محمود؟ الله يبارك فيك ربنا يحفظك يا رب. انا سعيده جدا انا بتكلم حضرتك. الله يسعد قلبك يا رب بلقاء النبي في الجنه ان شاء الله. انا ان شاء الله بكره انا وابني وعمر وبنتي هنحضر لك النبي في ام المؤمنين. الله يحفظكم دينا الحمد لله ضمننا زباين الحمد لله. والله يا شيخ محمود ربنا يعز الاسلام بيكوا والشيخ محمد حسن كل الشيوخ. ربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين ربنا يحفظكم. حقيقة جدا انا مرتبك جدا فرحانك جدا شايف اقول لحضرتك ايه. الله يسعد قلبك يا رب الله يحفظك ويبارك فيك يا اخت منال ربنا يسترك يا رب. الاستاذ اسلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا حبيبي. ربنا يبارك فيك واسال الله عز وجل ان يتقبل منك صالح الاعمال والف الف مبروك على الدكتوراه. الله يحفظك حبيبي ربنا يسترك ويحفظك حبيبي ويبارك فيك يا رب. وسلامنا لحبيبنا بني سويف ربنا يحفظهم يا رب. الله يكرمك ربنا يبارك. بلد مشايخنا الافاضل الدكتور زكي ابو سريع والدكتور سيد حسين عفاني ومشايخ افاضل كتير ربنا يحفظهم يا رب. رفع الله قدرك يا سيدي. الله يخليك حبيبي الله يخليك حبيبي. احنا عايزين من حضرتك رساله يعني لاهل البلاء. نعم. يعني ممن ابتلاهم الله عز وجل في بلاء في ضيق الرزق. نعم. وفي اي شيء. نعم. يعني في قيام الليل. نعم. اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. حاضر. في شوف الليل في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل من داع فاستجيب له. نعم. في جوف الليل واسال الله عز وجل ان يتقبل منه من كصالح الاعمال واساله سبحانه وتعالى الا يخلع عنا وعنك ثوب ستره وعافيته وان يستر ما يك في الدنيا والاخره. شكرا لك. الله يخليك حبيبي ان شاء الله يعني الفتره الجايه انا شغال على الحته ديت شغال على حته تفريج الهموم مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. انا الفتره الجايه عشان تبقوا عارفين هنشتغل شويه من كتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم وهنشتغل شويه برضو من كتاب لا تحزن وابتسم الحياه. محتاج كده شويه ان احنا نبعث روح الامل كده في الامه ربنا يكرمنا ويكرمكم. مين معانا كريم؟ اخر اتصال استاذ مصطفى من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحب حضرتك جدا وحبك اللي زحتني فيه ويعلم الله يعني ان الواحد الحمد لله رب العالمين يعني ان ربنا بيسترها معاه دائما وابدا. الله يستر. فعجاله كده الحمد لله رب العالمين يعني ربنا بيبتلينا طبعا والانسان المسلم ربنا بيبتليه دائما. نعم. ولكن والله يا شيخ يعلم ربنا ان احنا ماشيين على الصراط المستقيم والحق ونتقي الله تماما ونعبد الله بيقين. ما شاء الله. ومرت بي ازمه شديده جدا وكنت وصلت للقلقله في الايمان بالله وهذا طبعا يعني حاشا لله. ربنا يعافيك يا رب. وفي نفس عافية. اللحظه يا شيخ اللي يعني وصلت فيها يعني للقلق فتحت الشباك ووجدت كلمه الله في السماء منوره اقسم بالله العلي القدير ما اقول لك حق. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. ده تثبيت من ربنا يا استاذ مصطفى ربنا يثبتك حبيبي ويبارك في عمرك يا رب ويحفظكم. واتمنى والله كان وقتي يعني يبقى اكثر من كده ساعات وساعات عشان نلتقي بيكم ونسمع كلامكم الحلو ده اتضح ان انا اللي كنت محروم والله من سماع صوتكم بجد يعني مش انتوا بقى اللي محرومين ان انا اتكلم معاكم لا ده انا اللي كنت محروم من سماع صوتكم وكلامكم الطيب. وان شاء الله انا عايز اقول لكم حاجه الحلقه الجايه واللي بعدها ان شاء الله احنا قناه الناس عامله حمله شفاك الله عافاك يا كريم. شفاك الله عافاك لكل مريض. انا هعمل لكم بقى ثلاث حلقات اللي جايين ان شاء الله
عن رسالة إلى كل مريض، وهعمل 30 زهرة لكل مريض. هتكون كلام إن شاء الله يعني هيطيب خاطركم قوي 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 لكل إنسان ابتلي بالمرض وما أكثر الأمراض في هذا الزمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا من كل سوء. اللهم من أراد مصر بشر، اللهم من أرادها بشر فاجعل كيده في نحره، اللهم من أرادها بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على مصر صبا صبا وعلى كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، ضعفاء فقوهم. اللهم وحد صفهم ووحد كلمتهم، اللهم انصرهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أمدهم بمدد من عندك، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم. اللهم أرنا في بشار وأعواني يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة تشربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.